ينفعش اقول مش ثلاث مرات. بعد الفطور. ايش يعني بعد الفطور؟ يعني اول ما نصحى من النوم. هيك قصدك صح؟ طيب وامتى؟ وبعد الغداء لما نروح من المدرسة يعني هيك قصدك. واخر مرة؟ وبعد العشاء يعني قبل ما ايش؟ قبل ما ننام يعني اول ما نصحى وبعد ما نروح من المدرسة بعد ما نتغدى وامتى اخر مرة قلت؟ بعد العشاء. بعد العشاء، امتى بعد العشاء؟ قبل النوم. يعني بس قبل ما ننام مش بس ننام يعني نخش السهرة ونايم؟ ماشي طيب، أقول لكم عن السر الخطير، السر الخطير إنه في وحش جوا تمنا، هذا الوحش بصحى بالليل، مصدقيني أنتو؟ لا؟ أنتوا تصدقوني، لأنه المرة الجاية رح أورجيكم إياه، هلا رح أرسم لكم إياه، المرة الجاية رح أورجيكم إياه، هذا الوحش اسمه السوسة، هاي السوسة زي شكلها زي النمل. أورجيكم كيف شكلها. هاي سنة. هاي شكل السوسة. السوسة هي الوحش. هذا السن بخاف من الوحش هذا. هذا السن.